حصلت الجزيرة نت على عدد من التقارير الإعلامية التي يصدرها المركز الإعلامي العسكري بالجيش المصري، التقارير التي يعود تاريخها إلى الفترة بين عامي 2016 و2017 تكشف آليات التوجيه المباشر للقنوات الفضائية والرقابة على وسائل الإعلام المحلية في مصر، إضافة إلى تحليل أبرز المواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية. وتظهر تقارير تحسسا شديدا لدى إدارة الشؤون المعنوية من الأفكار المتداولة عبر الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي أكثر من مرة يتم التحذير من رواج دعوات لمناهضة النظام، ويعترف الجيش في بعض القضايا بتمكن وسائل الإعلام المعارضة من التأثير على الرأي العام وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح الوسائل لمواجهة ذلك التفوق. ويرصد التقرير أبرز الانتقادات التي حفلت بها وسائل الإعلام ضد سياسات النظام. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول الكاتب الصحفي جمال سلطان، وينضم إلينا أيضا عبر سكايب من القاهرة الكاتب الصحفي مجدي شندي. أرحب بضيفي وأبدأ بك سيد جمال. إذا الأخ الأكبر يراقبك، كيف قرأت هذه التقارير التي صدرت عن المركز الإعلامي العسكري بالجيش المصري؟ هي الحقيقة هذه التقارير بالنسبة لي كإعلامي مصري هي نوع من التحصيل الحاصل، لأن المشهد بالنسبة لي واضح شديد الوضوح. الآن هناك سيطرة أمنية بالكامل على المؤسسات الإعلامية الصحفية والفضائية، وحتى يعني المواقع الإلكترونية خضعت لتأثيرات كبيرة جدا جدا، انتهت إلى حجب عدد كبير من الذين يعني لم يستجيبوا بدرجة أو أخرى ليه عملية التوجيه أو السيطرة الأمنية. اليوم حتى المسألة لم تتوقف فقط على بالمناسبة هذا التقرير، التقرير الذي عرضتموه هو تقرير تقريبا 2016-2017، نحن الآن في 2019، الوضع الآن أسوأ بكثير مما ورد في هذا التقرير، لأن هناك يعني ربما أحيانا القلق والتوتر. اسمع معي سيد جمال سلطان، نذهب الآن إلى كلمة أو لقاء يلقيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب متحدثا عن الإعلام ودوره. أنا ناشر شاب ودائما يراودني هذا السؤال، وهو أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة بذلت الدولة جهد كبير على الصعيد الأمني والاقتصادي، وهناك محاولات جادة في مجال التعليم والصحة، ولكن على الصعيد الثقافي أرى أن المجهود ليس على المستوى المطلوب. على سبيل المثال للحصر، هناك ضعف في إنشاء مجتمعات عامة جديدة، وما زالت أنشطة قطاعات عامة جديدة وما زالت أنشطة قطاعات وزارة الثقافة تقليدية وليست على المستوى المطلوب. وبيقول أنه لا يرى ربط ما بين نشاط وزارة الثقافة ووزارة الشباب ووزارة التعليم فيما يخص يعني الاهتمام بقطاع الثقافة على مستوى كافة المحافظات. مش عايز أكرر الكلام اللي أنا قلته في الإجابة على السؤال ده، وأنا قلت أن احنا إذا عشان نكون منصفين في كلامنا وموضوعين، زي ما قلت كده أن كل قطاعات الدولة المصرية يعني كانت يعني بعافية خلال السنين اللي فاتوا، لكن اللي احنا المهم ان نقطة الانطلاق بدأت مش بدأت عشان احنا موجودين وانا موجود هنا دلوقتي، لا، لان احنا اتحركنا في اطار خطة شاملة للاصلاح الكامل بما فيه الثقافة. مثال يعني النهاردة لو قلنا للسائل اللي بيسأل على الثقافة بتعمل ايه، الثقافة محطتة يعني رصدة ما يقرب من أظن كان هذا جانبا من لقاء إعلامي يقوم به السيسي الآن في منتدى الشباب. نعود مرة أخرى إليك سيد جمال سلطان، يمكنك أن تستكمل ما كنت تقوله بشأن تقارير الإعلامية أو التقارير التي صدرت عن المركز الإعلامي العسكري المتعلقة بمراقبة المحتوى الإعلامي. نعم، هي أنا كنت أقصد أن هذا التقرير يعني لسنتين يعني سابقتين، يعني الآن يعني في 16-17، نحن الآن في 19 والوضع الآن أسوأ بكثير مما سبق. المشكلة الآن أنه يعني هذه السيطرة الأمنية الشديدة جعلت أن الإعلامي المصري الآن يكتب أو يتكلم عبر الفضائية أو عبر برنامجه، وهو يخاطب شخصا بعينه، يعني هو لا يخاطب الجمهور، هو لا يرى الجمهور ولا يعنيه الجمهور المشاهدين في شيء، إنما هو يرسل رسالته إلى الجهة التي تتابعه والتي وجهته توجيها ما، وبيحاول يثبت يعني أن أنا أقوم بدوري بشكل جيد، أنا أقوم بالمطلوب بشكل ممتاز. طبعا هذه الحالة يعني صنعت نوع من
المزايدة، ولذلك وجدنا أن الأداء الإعلامي ينحدر إلى مستويات بالغة الخطورة، وشيء مشين في الحقيقة لنا كإعلاميين مصريين، لأن مصر كانت طول عمرها رائدة في مجال الإعلام وتمتلك كوادر أفضل بكثير جدا مما يراه الناس سواء في على سطح الصحافة أو الفضائيات. أيضا اليوم في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام الأمريكية نشرت تقريرا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهو يتكلم يرصد المتاعب التي يواجهها حتى المراسلون الأجانب في مصر الآن. يعني أصبح المراسل الأجنبي الآن تأتيه اتصالات من جهات سيادية تطالبه بتفسير بعض التقارير التي كتبها أو نشرها، أو حتى الاطلاع عما سيقوله، أو أنه يعني التعرض لنوع من التهديد. أنا معلوماتي أن هناك مؤسسات إعلامية غربية رفيعة الشأن ورفيعة المستوى أنها تتخذ الآن احتياطات لاحتمالات تصعيد عنيف للغاية في الفترة المقبلة مع العاملين فيها. يعني أنا أقصد أن هذه الأجواء كلها لا يمكن أن تصنع، لا يمكن أن تفهمها، أو لا يمكن أن يعني تضع فيها يعني مثل هذه الوثائق التي عرضتموها على أنها مفاجأة، ليست مفاجأة بأي معيار. نعم، ابقى معي سيد جمال سلطان، أعود إليك بعد قليل. الكاتبة السيدة مجدي شندي، الإعلام هو السلطة الرابعة والتي هي منوط بها أن تراقب على عمل السلطة وأن تقوم بنشر المعلومات إلى المواطن، كيف يتم ذلك والسلطة الموجودة في مصر تسيطر على الإعلام بهذه الطريقة وتقوم بمراقبته بهذه الطريقة، بل وتجهز سيناريوهات للرد بهذه الطريقة التي ظهرت في التقارير؟ بداية لكي نضع الأمور في نصابها، هذه نشرت متابعة يومية يحررها الإعلام العسكري منذ سنوات، وهي متاحة لكبار القادة العسكريين وأيضا للمحررين العسكريين. ليس فيما عرضتموه ما يدل على تحكم ولا سيطرة ولا توجيه بأي شكل من الأشكال، وإنما هي متابعة إعلامية مثل التي تحررها السفارات أو الشركات الكبرى أو حتى الشركات الصغرى. وهناك بعض وسائل الإعلام أنشأت أقساما لمتابعة ما ينشر عنها، هي تصدر منذ فترة طويلة جداً وليست وليدة السنوات الماضية، وهو جزء من الدور الذي تقوم به هيئة الاستعلامات المصرية منذ إنشائها عام 1954 وحتى الآن. يعني الجميع يحرص على متابعة ما ينشر عنه سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا، لكن قولي لي أين التحكم أو السيطرة أو التوجيه فيما عرضتموه؟ أنا لا أرى أي شيء من ذلك، وحق المتابعة وتحليل المضمون والتركيز على القضايا التي تتناول المؤسسة العسكرية أو تتناول الشأن المصري. أنت تتساءل عن أين يوجد التوجيه، أنت تتساءل عن أين يوجد التوجيه مثلا، ورغم أن ذلك سيستدعي قراءة جزء كبير، التقارير تعترف بوجود توجيه لوسائل الإعلام بشأن أبرز الإيجابيات التي يجب تناولها خلال التغطيات الإعلامية، وذكر ذلك في تقرير يوم الخميس 20 أكتوبر تشرين الأول 2016، أن ما وصفها بأبرز الإيجابيات التي تم نشرها عبر وسائل الإعلام تمثلت في استنكار المواطنين للإساءة والتحريض ضد الجيش المصري وتأكيد وقوفهم صفا واحدا لدعم، فضلا عن رفض استغلال البعض لمعاناة الفقراء. هنا ألا يوجد توجيه لنوع التغطية الإعلامية التي يجب أن تقدم عندما يتم استنكار، أو يعني يتم الدفع والتحسين لصورة من يستنكرون أي أشياء متعلقة بأن البعض يتحدث عن معاناة الفقراء وما إلى ذلك، أليس ذلك توجيها؟ يعني ما تتناوله النشرات هو عبارة عن متابعة، يبرز الإيجابيات ويبرز السلبيات، يقول أنه في الإيجابيات حصل كذا وفي السلبيات حصل كذا، ولم تقل هذه النشرات أبدا يعني ينبغي الاتصال بالإعلام وتعميم فكرة أو تعميم غيره. وأنا لا أنكر أن الإعلام المصري جزء منه موجه، لكن فيما يتعلق بهذه النشرة التي يصدرها الإعلام العسكري لا تنطوي على أي توجيه من أي نوع. حينما نمسك بوثيقة تتحدث عن توجيه الإعلام
أو الإيحاء لإعلاميين أو لصحف بأن يقولوا كذا أو يمتنعوا عن قول كذا، حينئذ نناقش الموضوع. لكن نحمل ورقة تصفونها يعني نشرة دورية تصدر منذ سنوات تصفونها بأنها وثيقة، وأوشكتم أن تصفوها بأنها سرية، سرية ما لا تحتمل. هذا أمر يعني خارج عن نقاشنا، لكن هذه متابعة عادية. البنوك فيها مثل هذا الكلام، السفارات فيها مثل هذا الكلام، الشركات الكبرى، وسائل الإعلام الكبيرة. أنتم لديكم في الجزيرة بالتأكيد يعني تحليل مضمون لما ينشر عن الجزيرة في الإعلام الدولي أو في الدول العربية المختلفة، حتى تستطيعوا أن تتعرفوا على صورة القناة لدى الغير. هناك فارق كبير سيد مجدي شندي ما بين تقارير تحليل المضمون. هناك فارق كبير سيد مجدي شندي، وأنت بالتأكيد إعلامي كبير وتعرف ذلك، بين تقارير تحليل المضمون وتقارير المراقبة. وحتى وإن كان هذا التقرير متاح لكبار القادة العسكريين كما تقول، فإن ذلك يعني تحكم المؤسسة العسكرية في المحتوى الإعلامي، وهو يعني بما أنك إعلامي كبير فأنك بالتأكيد تعرف أن ذلك تحكما في الحياة الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في مصر. ولكن ابقى معي، أذهب إلى السيد جمال سلطان، وربما هو لديه ما يقوله بشأن ما قلته أنت سيد مجدي. يعني السيد مجدي يقول أن هذا الأمر أمر اعتيادي، وأنه يعني تقارير عادية جدا تظهر في المؤسسات. لا، هو طبعا يعني شوفي، العربي البسيط، البدوي البسيط، القليل الثقافة، كان له تعبير مشهور يقول: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. المسألة لا تحتاج إلى كثير نقاش وجدل، إحنا من إهانة العقل أن نناقش هذه المسألة يعني بإضاعة وقت طويل فيها. يعني مسألة السيطرة الأمنية على الإعلام المصري الآن مسألة صريحة وواضحة. لا يوجد إعلامي مصري الآن، وعلى مسؤوليتي الكاملة، لا يوجد أي إعلامي مصري الآن يستطيع أن يخرج على الفضائيات وأن يقول شيئا من رأسه ما يقوله، خاصة في القضايا الشأن العام. يعني ممكن في الكورة، في المزيكا، في كده ممكن يتكلم، لكن في قضايا الشأن العام أو ما يمس السياسة أو الاقتصاد لا يطرح شيء من رأسه نهائيا. الحقيقة برضو، وأنا أظن أن الأستاذ زميلنا العزيز الأستاذ مجدي هو نفسه عانى في الصحيفة التي يصدرها عندما تعرض، وهو لسه في مشكلة الآن بينه وبين المجلس الأعلى للإعلام، لأنهم هم يعاقبوه على أشياء هو المهم قصة يعني هو يعرفها جدا. المهم الشاهد أنه في ما ذكره بالنسبة لدور اللي هي الهيئة العامة للاستعلامات، التقرير الذي صدر اليوم عن مؤسسة حرية التعبير، حرية الفكر والتعبير، الذي نشرته بعض وسائل الإعلام الأمريكية، يتحدث عن أنه هيئة الاستعلامات اختلف دورها بشكل جذري في السنوات الأخيرة. يقول عن مراسلين أجانب ذكرهم بالاسم أنهم كانوا يقولون أن هيئة الاستعلامات كانت تتعامل بمهنية في السابق، كان تجتمع مع المراسلين الأجانب وتوضح لهم بعض الأمور، تشرح لها وجهات نظرهم بشكل بالغ اللطف وبالغ الاحترام. الآن أصبحت اللغة خشنة للغاية، اللغة تحمل تهديدات، اللغة تحمل يعني الصيغة اختلفت بشكل كبير في الحقيقة أنه إن هذا الأمر يعني في النهاية الخاسر فيه، يعني هو الترجمة السياسية في النهاية أنه حتى النظام السياسي في مصر الآن يخسر، لأنه يعني هذا التضييق يقلص جاذبية الإعلام، وبالتالي المشاهد المصري بيطلع للقنوات اللي في الخارج، القنوات المعارضة، لأنه خلاص لأن هي دي اللي سقفها مفتوح، هي دي اللي ممكن يسمع عندها رأي آخر، لأن هذا يسمع خلاص هي نسخة واحدة. يعني يختلف الإعلامي هنا عن في الفضائية الأخرى في كذا هناك، يعني يمكن في درجة الصوت، في هو أيضا يخسر يعني لأنه لم أو لن يعد لديه القدرة على معرفة حقيقة الأمور التي تدور في الشارع، لأنه توجد لديه دائما تقارير تخاطب وده. سيد جمال سلطان ابقى معي، أعود إليك بعد قليل. والكاتب الصحفي مجدي شندي أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة. وضمن متابعتنا للشأن المصري، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإنهاء الفوري لظروف